والجريمه الجريمه اللي وقعت هنا راه هذه الجريمه تبرأنا منها شحال هذه تنقولوا بان راه هنا راه خايب هنا راه ما يسوى هنا راه تكون اللي خلقوها خلقهم كتب التعمير اللي ما بيحيدوش هذا الشيء مده 30 سنه ها هو تا ولا بنادم تي الروح هي ها هما جوج الناس مشاو هكاك واحد مشى للحبس واحد مات باش بهذا اللي كنت لقاو فيه تيتخباو فيه كلهم الموبقات تيتركبوا في هذه البلاصه هذه والمخزن تا يجي ودا السلطه ولان هذوك الناس اللي بيحولوا انا من هنا راه ما حولونا ما ولاو خلاونا وخلوهم كرفسين عندنا هنايا وراه الناس كلها هذا الشيء راه السكينه كلها مضروره راه ما واقفين تيسمعوا فيكم راه بالليل وصلت المغرب ما تيقدرش يخرجوا من دارو من هنايا علاش؟ بان الظلام ما كاين لا ضو باش يشوف لا حتى شي حاجه خارج مكرفسين وراه عاش الملك وراه هذا الشيء راه عينا نعمش هذا الشيء راه عينا فيه نعمش وكنستنكروا على الجريمه اللي وقعت هنايا الجريمه البشعه اللي ما عمرنا كنا كنتصوروا بحال هذا الشيء وقع وحنا كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا الاحوال ديالنا كي دايره والقيد اللي جات قلنا راه بغينا نحيدوكم راه بغينا نديرو معاكم المرشحين تيكتبوا عندنا ما شفناش حنا راه ما باقيش عندنا ثقه في شي واحد الا في جلاله الملك الله ينصرو ويطول عمرو يشوف حالنا راه حنا مقرصين راه هاد الناس مقرصين علينا بزاف راه هاد الناس راه هادشي اللي تيديروا راه اللهم انا هذا منقري تلقاو فينا الله شويه ويجيو المسؤولين ويطلعوا عنا راه ما عندنا لا املاك لا والو عشان الشباب هي اللي عندنا حنا مثلا حنا رجال السلطه الله يجزيهم بخير تندوروا لهم تيجيو ماشي مره ماشي جوج ولكن راه خص تشوف الموقع كي داير واش عباد الله حيت فيه جوج مترو راه رجال السلطه تقروا راه كيجيو ما كيلقاو غير البرد وكنطلبوا من الناس المسؤولين الله يجزيكم بخير يجيو يشوفوا هذه القضيه هذه وعاش الملك عاش الملك